لك ليش هيك ليش هيك كسرتي البيت كله؟ فتحي عيونك؟ لا مين قال لك انه اليوم عيد ميلادك؟ شو؟ عيد ميلادة؟ لك لا مو عيد ميلادة، هي مخربطة مخربطة. لا لا مو مزبوط مزبوط شي يا ولاد. لك مو عيد ميلادك. لك لا مو عيد ميلادك ماما. يهت الجاي ان شاء الله. لك مو عيد ميلادك. ليش عم تعيطي؟ ليش عم تعيطي؟ لك ليش؟ لك لا لا انت مخربطة مخربطة. لك مو مخربطة انتي مخربطة لا. ماما مخربطة لا يا لين يا الله انتي ست الجاي باذن الله تعالى لسه بدنا نطول عيد ميلادك يمكن بده هيك اسبوع لسه اسبوع لا. بده لا. لا. لك انتي مين قال لك انه اليوم عيد ميلادك انا شفت على الموبايل لك لا لا مو مزبوط اصلا الموبايل بده تظبيط تاريخ مو ظابط مخربط صح لا خلوا ده لك لا ادقي له لبابا وشوفي رح يقول لك اليوم موعد ميلادك دقي له فاصعيني رايحه ادق له الو اليوم عيد ميلاد لين شي لا ها طيب ماشي يلا سلام باي شفتي قلت لك اليوم موعد ميلادك ميلادي لا مين قال انت عشان ما تعلوا لي اياه لك لا بس يجي عيد ميلادك بعمل لك حفله لك لا لسه ماما لسه مطول عيد ميلادك لا انت هيك عم تعملوا لحجه لانه ما كنت تعملوا لي عيد ميلاد لك لا لك تعي لهون لين لك تعي لك لين ليش رحتي وتركتيني ليش لسه ما احتفلتوا لي بعيد لك ماما مو عم بقول لك لسه بكير لسه ما صار وقت عيد ميلادك يا ماما بدك نحتفل لك وما يكون وقت عيد ميلادك بعدين هلا لك موعد لسه ما اجى عيد ميلادك ما اجى لك لسه مو اليوم لا اليوم جاي اسبوع يا الله لسه بده اسبوع بس صار اسبوع بنعمل لك عيد ميلاد اتفقنا الاسبوع الجاي لك لا يا ليش كسرتي اللعبه ليش هيك يا الله منك ليش كسرتي له اللعبه لغي يوسف لك خلص بقى كسرتي البيت ما حاجه تكسري الالعاب لك ليش هيك كسرتي البيت كله لك لين لك خلص لين يا الله لك قصر لا جنت هاي مجنونة شو يعني خلص اليوم عيد ميلادك لا مو عيد ميلادة لا تكذب عليها خلودة لا تكذب عليها اليوم عيد ميلادك بس اسبوع الجاي لا مو هلا قولي بقى هدي طب تعال اقلك خلودة تعال اقلك خلودة هلا بدي اياك تطالع لين وتلهيها برا مشان لحتى نعمل حفله سريه وانت بتلهي لين هادير بالك تجيبها على البيت قبل ما نقول لك ماشي بدي اروح اجهز الاغراض واعمل حفله سريه بس ما انا نخبر لين ها ماشي انت بتاخذها وبتلهيها قد ما فيك بتلهيها يلا ايه ماشي رح اوطي صوتي يلا روح الا تعي لاطالعك مشوار تعي روح على السريع ايه اليوم عيد ميلادي ما عم تسوي لي لا خلص قومي هلا امشيكي ونحكي بالطريق هات يلا قومي تعي روحي تعي لا تعي ماما بدي اخذ لين واطلع امشيها لك ايه وين بدكم تروحوا؟ نتمشى لنا شوي ونحكي نلعب طابق انا ايه يلا طيب ماشي روحوا بدنا نروح لا انت خليك معي بدي اياك ليه؟ بدي اياك هلا بقول لك ليش روحوا يلا مع السلامة باي طولوا شوي معلش ما في مشكله غيوسه غيوسه تعال عندي لك تعال عندي لك بدك تروح معه وتتركني بدي اياك انت ليه هلا بقول لك ليش وهلا بما انه طلعوا لازم هلا نبلش نجهز الاغراض الحفله بدنا نعمل حفله عيد ميلاد للين بس بدون ما نخبره يا حرام يمكن صدقت كانه اليوم موعد ميلادها وزعلت كثير ماشي او ما بعرف يمكن ما يمصدقه فخلينا على السريع دوبنا نلحق عصبت وصلت معه ايه عصبت هطلع هلا بدنا نروح نجهز راسا لا
حفلة سرية. بابا ايمت رح يجيب الجاتو مشان نحضره؟ هلا هلا منروح منوصي على الجاتو وعلى كل الاغراض ومنجي. ماشي يلا يلا غيوسة، يلا امشي امشي، روح البيت باذنك لحتى نمشي. يلا غيوسة على السريع، خلينا نروح نلحق نجيب اغراض قبل ما تجي لين، وخلودي على السريع. يلا ماما يلا يلا دوبنا دوبنا نلحق. ماما متحمسة كثير للجاتو. ايه كل ما يجي الهواء لك. هلا لين لين كثير بتتفاجئ بالجاتو، ياي رح يطلع شكله كثير حلو اكيد صح؟ بس ايش رايك نعمل غرفة سرية؟ هو حفلة سرية انا نعملها ماما، يلا يلا امشي على السريع، خلينا نلحق نجيب الجاتو مشان نلحق نجيب باقي الاغراض، ماشي؟ بس انت ذكرني ها شعي ايش بدنا نجيب كمان اغراض؟ كولا كولا لا ننساها. يي بدنا كولا؟ ايه ايه طيب تمام، انت ايش بتقلي اجيب بجيب، ماشي غيوسة ايه. يلا امشي يلا نلحق نجيب الاغراض قبل ما ترجع علينا على البيت لانه لسه بدنا نزين شوطه تعطيك عليه اخذك تتمشى. يلا طيب لينا شوفي على شجره العلم، شوفي شجره العلم، هاي شجره العلم. هي وصلنا لمحل الجاتو، رح نجيب قالب ماشي غيوسه. بدي ارجع على البيت داخل. لا لا تعي اخذك على العاب نلعب شوي، تعي هلا رح ننبسطي ونفرح. يلا تعي يلا يلا غيوسه غيوسة، خد حط البيتي فور اول شيء هون بالصحون، بسرعة بسرعة قوم قوم قبل ما يوصلوا. ايه بسرعة بسرعة يلا غيوسة يلا يلا بدي تطبيقة كويسة. ها ماما هلا طلع لك احلى شكل. ايه ايه اعمل لي احلى شكل. يلا غيوسة حط لي البيتي فور اللي باللون الاصفر هون كله، ماشي يلا على السريع على السريع ماما. ان شاء الله تعبت من الفترة. ايه هلا كي وصلنا الالعاب كلها دقيقتين. يلا هلا ما بتلاقيهم غير وصلوا اسرع اسرع من هيك. شوفي ماما كيف عم تطبقهم شكل حلو. ايه ايه يلا على السريع قوم. اساعدك غيوسه اساعدك؟ لا ما في، تعي لسه في عنا تجهيز الصفرة ونفخ البالونات غيوسه. ايه الوقت عم يمشي لانه شكل. ايه يلا يلا برافو عليك. هي المده غيوسه اللي اختارها وحطها هون، صح غيوسه؟ ايه صح. يلا هي وصلنا على الالعاب، تعي العب. يي قدرت ارجع البيت هلا هلا بتكون ما خلصت التجهيزات احسن شيء انا هي. يلا لين طيب بسرعه جايك نعمل سباق مين وصل اول. ارجع وصل. لا انا هلا حطيت كل البيتي فورات. يلا ضل عنا البسكويت لحتى نحطهم بالصحون. لا ايه ايه لك لازم تحطهم بالصحون ماما، هدول بسكويتات باللون الوردي كثير حلوين وهذا بيتي فور باللون الاصفر. على السريع اساعدك؟ لا ما في. ياي كتير حلو صار. يلا عبي الصحن الثاني غيوسة على السريع. لا اه كتير سريع. وهلا يا حزرك ايش ضل عنا؟ شيبس. صح يلا يلا فضي الشيبسات. هلا فضي اول كيس لقلك بهدول الصحون نصبه. هذا جديد هو؟ ايه ايه يلا بسرعة بسرعة غيوسة افتمل الغلط من هون. يلا يلا السريع السريع انتبه على تقلبه على الارض. برافو ايه كبيت على الارض لك ما توسخ لي الارض انتبه. يا حرام هلا بتكون لين كتير معصبة. خلوني انا تعبت كتير بدي اروح على البيت. لا لا لينا اوي هلا اذا امي بتحس علي يا لطيف ايش تسوي ما خلص التجهيزات. يلا لين يلا عم بق يلا تعي تعي هلا دا جوز حيك انا. غيوسة ايش ضل عنا لسه؟ هلا ضل عنا البالون. ايه ايه هلا بننفخ معناتها البالون، بس ضل عنا الجاتو والكولا، هلا اخر شيء بنحطهم تمام؟ لا تبعت الفرقعة بعدها. ايه ايه يلا يلا على السريع على السريع. خالص خالص بدي ارجع على البيت وقفت جوز حالي. لك لين لين لا. خلص انا بدي ارجع على البيت تعبت ايش اسوي؟ لا خلص انا بدي ارجع على البيت اصلا ما الي نفس العب مزعوجة من ماما. خلص خلص يوم. طيب ايش بدك العابك؟ اي لعبه؟ ما بدي العب ولا شيء بدي اروح. تعي لا لا اكيد. وهي البالونات لحتى ينفخون غيوسه. خلص خلص بدي اروح على البيت. خلص لين لا لا قال لي خالد قال عم بيقول لي لين كثير عصبت بسرعه بسرعه. ايه عم تعمل معه مشكله بدها ترجع على البيت قوام. لك ما عم تعرف تنفخها؟ يلا غيوسه لازم تساعدني كويس. ايوه برافو عليك شطور. ياي هاي بالونة باللون الأحمر كتير حلوة. تعال تعال نطلع بالسيارة في قطار وسيارة. تعال يلا تعال يلا تعال.
يلا تعي يلا يلا طلعوا شو قدنا فخنا بالونات ياي ما احلاهم بس رح يطلعوا كتير كتير حلوين صح غيوسه؟ ايه هلا لين رح تنبسط لا ما بدي اروح على البيت مليت خلص لين رح نروح على البيت تعي رح اخذك على البيت بس قبل ما اخذك على البيت رح تشوفي لك ياي الكلين كتير عصبت بدها ترجع على البيت قال لي خبرني خلودي قال عصبت كتير بسرعه بسرعه ياي لك ما ضل معنا وقت بس نفخنا هدول البالونات ايه يلا دوبنا نلحق ياي عصبت صار ترقد رقد قوم قوم خلص لي قلت له خلص جيبها وتاعها بسرعه ما ضل معنا وقت ابدا ها يا ربي الا بدها تجي على البيت الله يسامحها بس عصبت كتير مننا يلا ضلت هي اخر بالونه هي نفخنا كل البالونات يلا غيوسه يلا قوم على السريع على السريع لزقهم بالحيط جنب الزرقاء جنب الزرقاء ايوه برافو عليك ما عرفت ايوه برافو جد شكله رح يطلع كتير حلو صح غيوسه صح لزقت انتبه للطقه ايوه برافو برافو يلا كمل كمل ماما كمل رح يطلع الشكل كتير حلو مبين ايه كتير حلوين الوانهم واشكالهم كتير حلوه يلا لزقتها ايه برافو عليك برافو غيوسه يلا كمل كمل الباقي يلا كمل ضلي جنبي بقى تا خبطتك السياره تعالي لا ما تعالي بس بننزل نلعب دار البيت خلص لحقيك ماما خلصت البالونات تعي شوفي ياي ما احلاها ليش حطيت البالونات على الطاوله القالب وين؟ تمام تمام يلا انا كمان هاي جبت الكولا واشضل عندي لا هون حطيها يلا 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 قوم قوم ايه حطها هون يلا ضل عندي بس اجيب القالب الجاتو لو كان في اسود كنا ايه ونجهز لها الفستان اللي تلبسه لين مظبوط ايش هاي فستان إلسا ايه ايه فستان إلسا كثير بتحبه ايه ايه قوم 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 يا لك غيوسه غيوسه لك طالعين على الدرج طالعين على الدرج قوم قوم تعال نحط لها الفستان تعال نحط لها الفستان قوم بحطه هون ما حطه لا الورقه هون مشان تصير تلبس الفستان حتى ايه 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 طلع غيوسه حط لها الورقه على الفستان مشان تشوفها بسرعه 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 وصلت بسرعه هلا لحتى رجعتينا على البيت يعني اسالك على اقصى لك ساعدتني بالشارع انا مليت ايش اسوي؟ استنقت لا تعي تعي نروح نرتاح تعبي تعي ايه فستان إلسا؟ ايه؟ ايش مكتوب في الورقة؟ البسي الفستان البسي الفستان وروحي على غرفة القعدة ومشطي شعراتك ايه يلا يلا اول شي البسي الفستان كمان هيك ايه ايه عملي عيد ميلاد كني ايه يلا بسرعة البسي روحي البسي وتعي بسرعة مشط لك شعراتك لين دا بشط لك شعرك لا تحرك يا مهلي خيوسة عم يزبط لها شعره يلا يلا خليني اشغل الشموع لسه ما شغلت الشموع يو يلا اكيد اكيد رح تنبسط بالقالب الجاتو كتير بس القوس حتى انا احطه معقوله بدها تصورني مو عن ميلادي ما بعرف هلا منشوف بس نروح منشوف يا ايش هالقمر على فكره انت احلى من ايلسا يلا تعي 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 بسرعه خلصنا خلصنا شعرات هلا رايح يجيبها ولي لينا قبل ما نروح بدي اغمض لك عيوني ليش؟ هلا بتشوفي غمضي عيوني يا جبابة جبابة الصاير ما بنعرف ما بنعرف غمضي عيونك لكن ما عملت لي دي متخصصه انا بعرف خلوده يلا يلا فتحي عيونك لا في شوف ما احلى شايفه ما احلى ابني مالك حبيبي يا زيتون زيتون محطوطه صورتك شوفي حلوه بدي اكل راس لي كثير بدي اكل راسه اساس مو هلا عيد ميلادي كنا عم نمزح معك بدنا نعمل لك اياها مفاجاه يلا يوه انتبه ها خلوده بعد عن وجهك يلا
بالعكس انت اللي بغاليس بالعكس. بعدها بعدها عن ايدك خلودة. يلا خلودة. Happy birthday to you. Happy birthday to you. بسرعة غنوا يلا غنوا. حبوت طلع ايدك تساويهم هلا بطبخهم من هاي ماشي حسك تعا 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 امشي يلا. لك تعبوا تعبوا تنز ياي لك ياي تعبوا تنز تعبوا تنز لك ياي عبيته 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 لخلودة خلودة بابا يشوف بعيونه يا يا لينو سوا فيكي بابا خلودي 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 ان شاء الله يكون عجبك عيد الميلاد للوشة كثير عجبني. هلا صار وقت الهدايا يلا جيبوا الهدايا تبعيتكم يلا رايح اجيب انتي صار وقت الهدايا هلا صار وقت الهدايا يلا خلودي جايب لالين هديه جبت لها لوح كان ناقصه فيه واو ورجيني ورجيني للوشة الهدية افتحيها افتحيها لنشوف خلينا نشوفها هذا ايه؟ كتير حلو وعملي ما بتشرك ابدا عن جد ورجيني على شكل ايباد كمان ورجيني لينو رسمي عليه وامسحي يلا ايه خلينا نشوفه شوفي امسحي ليك بس هاي بيمسح لحاله شوفي يا عن جد بجنن كتير حلو هديتك يا خلودة يلا غيوسة ايش جبت لها وغيسة على قبل هي اللي كانت هي بتعملي منها اكسسوارات هي اللي كانت فيها اسوارة فيها حرف وفيها كل الحرفات هي كانت كتير عجبتني وانا كمان كتير حلوة وهلا صار وقت بابا انا اخر شيء يلا انت ايش شو؟ انا اليوم كنت مشغول ما راح اجيب لها هدية ايه فيها مصارية تقطيع كيفك ايه تفضلي يلا خدي لينا خدي انت هديتك وانت بتشتري هديتك على ذوقك انت بخير انت بخير كل عام وانت بألف خير يلا وهلا صار وقت هديتي ها غمضي عيونك غمضي عيونك لأفرجيك هديتي واحد اثنين ثلاثة فتحي ياه والله العظيم يا طرقلة طرقلة لك طولي بالك جد هاي الساعة اللي كان بنفسها فيها لين كتير كتير ايش اسمها هاي ساعة شو خالد ساعة أبل شو هاي أبل ايه ما بعرف هاي هي المهم هاي الساعة ساعة ايفون يعني ايه هاي شو طلعي؟ ايش رايك بهالمفاجأة للوشة؟ بس هاي اللوشة قد كانت مقهورة بدها منها من زمان يا حرام كثير مشتية من هاي الساعة لي صح ولا لا للوشة؟ ايه غيوسة رعبتنا كل شوية بدك ترعبنا غيوسة؟ طقتها بهي المعلقة يي شو طقت معك؟ هيك غيوسة تعال هون شفتك لا لا شوفي لا 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 شوفي الساعة ما أحلى لي تعال شوفيها عجبتك المفاجأة لي؟ طيب مين أحلى شي هديته؟ كان عيد ميلاد لين ما بقى تسمعني لين لين مين أحلى شي هديته؟ يا أنا بابا زعل أنا؟ لك بابا ما أعطاكي مصاري تجيبي الهدية اللي بدك إياها؟ اه هيك عجبك بابا زعل هيك بابا 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 هديتك حلوة نعم قلت لك انت اعطاكي مصاري انت بتجيبي ايش ما بدك هديتهم احلى وانا لا وانت كلياتهم غاروا مني عجبتك هديتي للوشة للا انا حظي بابا اصلا اصلا لين من زمان مشتيعه هي الساعة وشان هيك انا عرفت عبرت بدي اجيب لها اياها لينا عن جد والله لك ما بقى تسمعني طاول ما بقى تسمعني يا شافت الساعة يلا انت بكره بعيد ميلادك بنجيب لك هديه بدي ساعه يلا يلا ركب لها اياها وخليها تلبسها حتى القالب الكرت كثير حلو الله يرزقكم الكنين مسك الله يسلمك وكل عام وانت بالف خير بدي تفصيل قطعة غلط اللين اشتهيت اجربه يرزقكم عن جد الهدايا كتير حلوين الله يسلمك وكل عام وانت بالف خير وان شاء الله يكون ان شاء الله يكون عجبك عيد الميلاد بعد ما زعلناكي كتير عجبني من اول كان مش حلو لك لانه كنا عم نمزح معك بعد ما عملنا له حفله للوشه جينا لهون لمحل الالعاب قال خلوده وغيس عازمين على الالعاب للين صح قال بدهم ياخذوها على الالعاب للين بمناسبه عيد ميلادها وهلا هون هون حط خلودة مصاري مشان اشو مشان بده يسحب لعبة مع انه هي كلها كذب شفتي يا ما اخذتي اللعبة لانه اجت بالنار
بس بدكم تلعبوها. يلا يا اولاد لنشوف. يلا مو قلتوا بدكم تلعبوها؟ يلا لنشوف. يا ريت لو كان عيد ميلادي انا يا ليل. نيالا نيالا مو انت قصدك تلعبها لليل؟ لك وين طالعة للوشة؟ لك هي مو للبيبيات؟ لك هي للبيبي مو لك؟ لك ايه؟ لك ما يشغل هي هاي هي طلعوا هي شكل ساعة؟ يا والله حلوة ها؟ لك هي للبيبي انت بيبي؟ هي غيوسة انت بيبي؟ لك لا ما بصير ما بصير. لك يا هن انت عم يفتلوا هن صغر صغير صغير. وهي دخلوا الاولاد لحتى يلعبوا جوا بالكرات. واو واو يا ليل وش نيالك على هالدلال نيالك. يي لك عيد ميلاد لين مو عيد ميلادك غيوسه؟ لك ليش عم تلعب انت؟ هلا دخلت لين دخلت لين ودخل غيوسه لحتى يي لك هيك عم تنطي. شو النطة لينو شو النطة؟ غيوسة لك ايش عم بتساوي هون؟ اه؟ بيت ب500 بيت ب500؟ لا مبسوطة لينو؟ أنا شايفة قدك تدلل ما في. يا الله يا ريت لو كان عيد ميلادي. يا طلعوا هي ما أحلاها؟ شفتوا ما أحلاها؟ شو غيوسة؟ يا حرام خلوه ده واقف برا عم يستنانا لحتى نخلص. المسكين فلس فلس خلوده فلس ما ضل معه مصاري. شايفين خلوده هي هون خلوده. ياي ما احلى الكرات كثير حلوين. غرقت 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 للوشه. تعالوا افرجيكم هدول. شايفين هدول هدول الدلفين. بدك تلعبي بالدلفين لين؟ تلعبي بالدلفين؟ قومي لعبي بالدلفين يلا. تعالي العبي بالدلفين. شو خلوده؟ ليش ما عم تدخل لجوا خلوده؟ خلص على حسابي. ما ضل معك مصاري فلست؟ يا حرام هو فلس. مو باي حسن يدخل يا حرام. ما معي الا حق اندومي مشان لي. حق اندومي بس؟ لا لا عم بتزلني قال اذا بدي ادخل بدي تجيب لي اندومي. غيوسة لك يا حرام خلودة برا وانتوا لحالكم عم تلعبوا هون؟ قالوا لخلودة خليه يدخل ولا لا؟ يدخل. اه؟ يدخل؟ اخليه يدخل يعني؟ خليه يلا هلا رايحه قال له لخلوده يجي. اخليه يجي خلوده يعني؟ لك ايه لخليها تقوم لغيوسه لغيوسه. لك روح ساعدها لاختك. لك مو هي هي مو هيك من هون من هون. لك من هون بالعكس. يي دخل خلوده وما لي خبر؟ يي بسم الله. يا والله كانه خلوده هون. يي وينه؟ لك انا بيت وينه؟ يو لك انت هون؟ هي هون اجت للوشه لحتى تلعب بالربل. يلا للوشه بدي اسوي برج. بدك تساوي برج؟ لك هاد ما بيزبط برج ما بصير ما بصير. غيوسه لك يا الله خلوني ادخل العب معكم. أكبر برج في العالم؟ يا بتحلمي مك ما بتزبط ما بتزبط. لين مفكرة هذا الرمل مثل رمل البحر هيك مفكرة. شوفوا ولهون بقى بيكون خلص الفيديو. حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة. إن شاء الله عجب. ايوه ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. يلا منحبكم كتير لين ما بقى هون طاول لين. حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة منحبكم كتير. باي.